يقول إنه يصلي ويحافظ على صلواته وعلى شعائر الإسلام، لكنه يعمل مع صاحب البقالة، وهذا الرجل الذي هو صاحب البقالة يلزمه بصلاة الجمعة في نفس البقالة، فهل يطيعه أو يترك هذا العمل ويسترزق من جهة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لهذا العامل أن يترك صلاة الجمعة ويصلي البقالة، بل عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، والبقالة يجب إغلاقها وقت الصلاة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا كان صاحب البقالة لا يغلقها وقت صلاة الجمعة، يجب على رجال الحسبة أن يأخذوا على يده وأن يلزم بإغلاق البقالة، ويجب على من كان فيها من العمال أن يذهبوا لصلاة الجمعة. وإذا أمرك بترك صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة فلا تطعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأن وقت الصلاة مستثنى، ليس للمستأجر عليه سلطان، هو حق لله سبحانه وتعالى، فوقت الصلاة هذا حق لله، فلا يأخذه المستأجر ويشغل الأجير فيه، وإنما يجب على الأجير أن يذهب لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وهذا الوقت ليس للمستأجر فيه حق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.